كنت ماشي في طريقي، همي كان دايما رفيقي، بجري في الدنيا وبحارب كل أوجاعي وضيقي. وضعي ايه اوعى تسأل عن زهور اللي بتتبل، عن حياتي وعن شبابي وعن فراغي اللي بيقتل. حتى أصحابي باعوني واشتروا الدنيا وسابوني، هي دي قصة حطامي أنا هشكي واسمعوني. صباح الخير. ايه مساء الخير عليكم وعلى الناس الحلوه كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، حلقه جديده ان شاء الله كده في برنامجنا الجميل على وضعك، ومعانا الشيخ محمد واسامه اللي مطلع عينيا كل حلقه. حبيبي تمام النهارده جاي. مين مطلع عين مين؟ مطلع عيننا كلنا. لا يا حبيبي، يا مش حبيبي بس حبيبي. النهارده قعدنا كده ومخمخنا وقلنا نشوف ايه الموضوع اللي الشباب مثلا وقع فيه شوية مش عارفة تتجه فيه كويس. موضوعنا كبير جدا النهاردة، وهو تقريبا يعني أهم حاجة تقريبا يعني أهم طبعا حاجة. الموضوع النهاردة هنتكلم عن الصلاة والفرائض. يا الله، ف كلام كبير جدا خلص. بقى يا شيخ تمام. تقريبا دي هي المشكلة الكبيرة عند كل الناس دلوقتي. عايزين نعرف ايه هي الفرائض عامة، ايه فرائض وايه اهم فريضه. هو احنا هنتكلم يعني لو الحلقه دي هنتكلم، احنا محتاجين الصلاه نخصص لها، وان شاء الله نتكلم على فرائض تانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه الولاء. يعني ابتدئ كده بايه فضل. ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن اقوام ياتون بعد الانبياء، اقوام الانبياء او اللي في زمن الانبياء، دول خير الناس الذين يختارهم الله ويصطفيهم لصحبة الأنبياء. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ده الخلف الذي جاء بعد جيل الأنبياء. سؤال بس شيخ، أضاعوا الصلاة هو يعني غيا؟ غيا قال أهل العلم واد سحيق في جهنم، وادي داخل النار، سحيق عميق في النار. أيوة ده غيا. لكن اللي أغرب من كده واللي المفروض تسأل عنه أيمون، إن الله جل وعلا يقول أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. طب إيه المقصود بضيع الصلاة؟ ارجع بقى الكلام المفسرين، شوف الصحابة رضوان الله عليهم قالوا إيه. قال الصحابة ضياع الصلوات في الآية تأخيرها عن وقتها. نهار أبيض، تأخير مش اللي هما بيصليش خالص ده خلاص، ده كده ركن ده خلاص يعني. لكن تضييع الصلاة يعني تأخير الصلاة عن وقتها. يعني الصلاة مثلا الساعة 12 ونص الظهر، انت بتصليها الساعة 3، فاضل على العصر ربع ساعة. طب ليه يعني ماذا عندك حتى تؤخر الصلاة؟ دي المصيبة. وعشان كده يا شباب، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثين مشهورين كبيرين: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. والصلاة كانت عند الصحابة هي الترمومتر اللي بيتقاس به إيمان الإنسان. يعني أنت دلوقتي عاوز تعرف وزنك كام، تقف على الميزان على طول. طبعا أنت بتقف على الميزان العداد بيقلب مرتين كده. إيه ده؟ هو الشيخ شافه ولا ايه اللي عرف الموضوع ده؟ الشيوخ بقى تعال بقى عندهم من ربنا نور وكده. لا ده صعب اسكندراني، بيجي قبل اللفه الاخيره وايه، وانت فاهم ايه، بيزم يقف كده بيرعش. انت بتبقى عاوز تعرف وزنك بتقف على الميزان. انت بتبقى عاوز تعرف مثلا يعني معدل استيعابك للموضوع او لمساله، بتقفل الكتاب وتبدا تراجع من ذاكرتك. طب انت عاوز تعرف معدل ايمانك، ترمومتر الايمان الصلاه. قال انس رضي الله عنه وارضاه: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني يتسند كده بين اثنين حتى يقام في الصف.
لغاية لما يتوقف في الصف مع الصحابة. وإنا لنعد الذي يتخلف عن الصلاة منافقا معلوم النفاق. نهار أبيض. أمال إحنا يا جماعة نقول عن نفسنا إيه؟ إحنا نقول عن نفسنا إيه؟ أنت بتعدي على شباب يلا شباب الصلاة. شيخ يلا شيخه يلا. يلا. معلش بعدين. الصلاة إن شاء الله. ده كويس ده الإنسان الكويس كده ده اللي بيرد عليك ده المحترم يعني فاهم؟ يا شيخ. مكسوف شوية. ما تلم الدور يا شيخ. ده اللي بقى مش عايز تاني يقول لك معلش اصل ريحه جزمتي وحشه والحجج بقى الفارغه فاهم ريحه جزمتي وحشه والله مش عايز قلنا اصل ماما لسه جايبه لي سندوتشات من عند كنتاكي وانا لازم برضو لازم احط الاكل طبعا يا شيخ بس يا شيخ برضو هنقوله برضو ان الشباب برضو احنا يعني عايزين نفهمهم برضو اكتر ان احنا برضو ما نضغطش عليهم موصله لازم تكون يعني واحده واحده او اي فريضه علينا لكن الشباب دلوقتي في انت زي ما بتقول كده في شباب ما بتصليش هو بقى هنا بقى طرق استشعار عظمه الصلاه وقيمه الصلاه انا مطلوب مني انا اكيد مش همسك مثلا سلسله كده واربطه بيها واجره ورايا يلا على الجامع امشي امشي اضرب اجلده يا رجل لا ده ما بيحصلش يعني الاسلام ما قالش كده لكن الاسلام قال ان انا مطلوب مني ان ابني في قلبي هيبه الله ومخافه الله وتعظيم امر الله بكل بساطه انت لو بتحب صديق من اصدقائك وصاحبك رن عليك وقال لك عشان خاطري معلش هات لي معاك كذا تقول له عينيا انت فرحان ان صاحبك بيطلب منك مع انه محبوب ندي ده محبوب ايه ندي طيب المحبوب الاعظم سبحانه وتعالى لما تستشعر ان الله جل وعلا يامرك ان تصلي في الوقت الفلاني ويدعوك إلى أن تقبل على بابه في الوقت الفلاني ويأمرك بأن تأتي إليه في الوقت الفلاني والأوقات دي فيها مغفرة ذنوب ورفع الدرجات وتكفير سيئات وستر وحماية وحفظ من كل شر كل ده في الصلاة اسمع الحديث العجيب اللي أنا بصراحة يعني بعتبر ده عمدة الأحاديث أي حد ما بيصليش قول له تعالى تعالى وأنت لو عندك كده يعني بركة ولا بسين قدام بيتك كل يوم تنزل تغطس 5 مرات في اليوم تتوقع سيبقى على جسمك شيء من الأوساخ أو من الأتربة أو الغبار لا قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات في اليوم والليلة أيبقى من درنه شيء هيبقى عليه شيء قالوا لا يا رسول الله قال فكذلك الصلوات 5 مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر يعني سبحان الله الصلوات تصبح مكفرات لكل الذنوب إذا أنت يجب أنك تبادر وتأمل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم مشى إلى المسجد كان بكل خطوة يخطوها تكفر عنه سيئة وتكتب له حسنة وترفع له درجة بس فريضة واحدة لو جمعت كده وعملنا يا جماعة أفضل البرامج اللي بتخلي الإنسان يكسب فلوس أو يكسب يعني نقاط في أي برنامج من برامج لن تجد شيئا أعظم أجرا من الصلاة إقبالك على بيت الله وعلى مسجد الله يضاعف لك الحسنات يزيدك الله بشر المشائين في الظلم في الظلم بالنور التام يوم القيامة الحديث ده أيمن جميل جدا هو بسم الله ما شاء الله اسامه مذاكر انا بمشي لا انا محضر فين ورقي ما جابليش ورقي ما جابليش ورقي وجاب ورقي النهارده ما جابليش ورقي يا شيخ عشان هو يتكلم اكتر هو مشكلته ايمن ان هو بيخاف يمشي في الضلمه المشكله لا النبي عليه الصلاه والسلام هو بيخاف يمشي في الضلمه النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن الخوف عن المشي في الظلام على 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 سبيل التحفيز والتشجيع المشائين في الظلام ايه الصلوات اللي بتمشى فيها في الظلمه هي صلاه المغرب والعشاء والفجر دي الصلوات اللي بيبقى فيها ظلمه المغرب غالبا ممكن لسه نور النهار موجود لكن العشاء والفجر بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامه انت في مشيانك نور تام النور ده الظلمه دي تنقلب لك يوم القيامه نور تنقلب لك يوم القيامه نور عشان كده احنا مطلوب مننا فعلا نستشعر عظمة الفريضة وأهمية الفريضة وأمر الله عز وجل بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأركان الفرائض 5 الأركان 5 والفرائض المكتوبة علينا 5
يجب أن نستشعر أن هذه أشياء مطلوبة ليس على سبيل الرفاهية. يعني ممكن تصلي ما تصليش، ممكن تصوم ما تصومش، ممكن. لا لا، دي أشياء واجبة الله سبحانه وتعالى تعبدنا بها، إحنا يجب أن إحنا نأتي بها على وقتها وعلى هيئتها وعلى كيفيتها كما أمر الله سبحانه وتعالى، فاش إحنا نقلل منها أو نخل بها. عايزين يا شيخ برضو في يعني نفرد حلقة للصيام. يعني أنا زعلان وأنا بقول نفرد حلقة للصيام طبعا بس يعني. إحنا اليومين دول فعلا محتاجين إن إحنا نتكلم عن الصيام، لأن حتى الفرض اللي هو رمضان بقى في ناس بتأثر فيه. احنا نتكلم عنه، نتكلم عنه ان شاء الله. فاحنا عايزين نفرد له حلقه نتكلم عنه. نتكلم عنه. انت كنت صايم النهارده اساسا؟ ده السؤال المعتاد بقى، صمت ولا زي كل سنه؟ اوعى تقول له طلع لسانك عشان طلع لسانك بره عشان طلع وريني الزن. اكل حته الكنافه بس ايه في المداري كده، افضحك انا مستني كده. ايه من ينفع كده، الله يسامحك حبيبي. لا هو فعلا نحن نفرد حلقه للصوم ده مطلوب طبعا، لكن انا بتكلم على قضيه ان انت تستشعر ان دي فريضه من فرائض الله سبحانه وتعالى، وانه لا تقوم اركان الاسلام ولا يقوم الاسلام الا بها. قال صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. استشعار المعنى ده هو اللي يخليك بعد كده تدرك إن 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 الصلاة فريضة عظيمة، وإننا يجب إن أنا أقف على هذه الفريضة ولا أتوانى ولا أقصر فيها بأي حال من الأحوال. طب سؤال باشا، السؤال اللي بيشغل ناس كتيرة جدا، يعني الناس اللي بتأثر في الصلاة والناس اللي مثلا صلت على وهي كبيرة ما صلتش من وقت ما اتفرضت عليها الصلاة أو كده، هل الصلاة كفارة ولا؟ جميل جدا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فقال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نمت عن الصلاة أو نسيت، انشغلت جدا وما سمعتش الأذان وما كنتش مركز وشغال، وبعدين افتكرت أن الوقت عدى، كفارتها تتوضأ وتصلي في نفس الوقت. طيب مش ينفع بقى تخليها بكرة مع نفس الفرض؟ يعني أنا مثلا في مرة جالي مسج مثلا على الموبايل بيتكلم على واحد، طبعا إيه يعني ما اعرفش هو عمل الحديث ده ازاي، وراح جاي بعته على الواتساب يعني كفرت الصلاه وصلاه كفرت الصلاه وما اعرفش ايه. ما هو ده من الشيطان اللي يضاعف لك الامر اللي يخليك اصلا تكره موضوع الصلاه. لا ده مفصلها والايات بتاعت كفرت الصلاه، فانا محتاج برضه حضرتك تقول للناس ان مفيش حاجه اسمها. لا طبعا صلاة أنا ذكرت لك يا اسامه الحديث العمدة في الباب دوت: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة إلا ذلك. اوصل لمرحلة أنك تحب أمر ربنا زي ما بتحب طلب صديقك أو صاحبك، اوصل لمرحلة أن ربنا يبقى معظم عندك، هتجد نفسك تسابق إلى الصلاة. والله العظيم يا شباب أنا عاوز أختم الحلقة دي بس أقول كلمة كده محشورة هنا شوية. اتفضل. كان صلى الله عليه وسلم عشان يبلع كلمة إما عشان شيخنا كلمته محشورة. اتفضل يا شيخ. لا يا شيخ، لا انت حاسس ان انت مش طايقنا. اكل ايه؟ اكل ايه النهاردة انت يا شيخ؟ اكل ايه عشان مش طايقنا كده؟ اسمع ماشي يا شيخ، ماشي بعد الحلقة لنا. طيب حاضر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال قم فأرحنا بالصلاة، الراحة بالصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة هي التي تقر بها العيون وتهدأ بها النفوس وتسكن بها الصدور. ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يقيمون الصلاة على وقتها وكيفيتها كما أمر الله. ربنا يكرمك يا شيخ، على طول انت كده دايما بتفرحنا وبتضحكنا. والله انا بحبك يا شيخ، ما بلاش تحشر كلمتك. طيب احنا تاني بقى ما عشان الشيخ يبلع كلمه. انت من اول رمضان وانت ماشي موجود معانا على وضع. طيب ماشي حشر بقى وبتاع، احنا ما بنحبوش الحشر حبيبي يا شيخ. ونورتنا جدا النهارده حضرتك بجد والله. ربنا يسعدك. كل مره بتزود لنا اضافه برضو، مع اننا برضو احنا مش مواظبين زي. لا ان شاء الله ان شاء الله انتم باذن الله انتم ان شاء الله احسن مني عند ربنا ان شاء الله. ربنا يرزقني اياكم الصدق والاخلاص. وصدقني والله ايمن، انت اول ما بتقرب على باب ربنا سبحانه وتعالى وتتذلل لربنا وتنكسر قدامه وتبدا تبكي وتقول يا رب اعني واجعلني من المبادرين للصلاه والمسارعين للصلاه، كل حياتك تتغير. وكل الشباب اللي عاوزين يجددوا في حياتهم اول لما بيبدا
في باب الصلاة وينتظم كل حياته بتنتظم فعلا. وكان في أحد السلف يقول إذا رأيت رجلا قد نجح في أمر من الأمور فاعلم أنه ما نجح فيه إلا بعد نجاحه في الصلاة. فالصلاة هو الباب الأول. ربنا يتقبل منا ومنكم. صباح على خير ونلقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله. أنت تأمر بحاجة شيخ؟ الله يكرمك. لبن زبادي إيش سخنة إيش توست؟ أنا هتسحر خلاص. خلاص ماشي. سلام عليكم. كنت ماشي في طريقي همي كان دايما رفيقي بجري في الدنيا وبحارب كل اوجاعي وضيقي وضعي ايه اوعى تسأل عن زهور اللي بتتبل عن حياتي وعن شبابي وعن فراغ اللي بيقتل حتى أصحابي باعوني واشتروا الدنيا وسابوني هي دي قصة حطامي أنا هشكيه واسمعوني على وضعك هي كلمة بيقولوها في كل لما تخدع تحديفك من أعلى قمة ولما غيرت اهتمامي الورد قرآني وقيامي عشت فيها أحلى دنيا في صلاتي